قالوا 16 سي سي ناجي جلول مش عامل سلاح للتعليم يا سيدي. نعم نحبوا احنا اسلاح للتعليم. قعدنا 2016 ما ثم حد شيء ارتحنا من ما حشناش في 2016 نعمل اسلاح للتعليم. قاعدين نخططوا ونبرمجوا استراتيجيه وكذا. جينا في 2017 قال عندي مناظره. مناظره شنو؟ قال باهي احنا مش نعمل لكم مناظره وتكلم في وذايا معناها شهاده تاريخيه. قال رحنا سننتدب كلمة الاولى 3000 استاذ. الكلمه الثانيه من اجل سننتدب 3000 استاذ من في 2017 واضح ولا؟ فاجئنا انه اسم المناظره ما هوش للاستاذيه. اسم المناظره هو للتكوين. قلنا باهي احنا ما مش نتكونوا عامين ولا عندناش مشكل. المهم انه معناها المناظره وطنيه اللي هي معناها مش تفضي للانتداب تبع الوظيفه العموميه. خذينا بكلام معناها كما نقولوا احنا التزام اخلاقي من من من, من كلام سي ناجي جلول انه معناها بعد المناظره اللي مش ينجح فيها مش ينتدب ثم سنقوم بالتكوين. احنا ماناش ضد التكوين بالعكس. احنا التكوين يساعدني يعني واحد من الناس كي نلقى روحي بعد التكوين عامين متحصل على شهاده استاذ اول شكون باش يعطيها لي؟ يعطيها لي حد باش يجي يقول لي لا انت راهو ممكن ياسر الكفاءه الذهنيه نتاعك ولا الكفاءه العلميه نتاعك ناقصه. ما كيفاش ناقص اذا كان نجحت من جمله 214000 نجحنا 2310 يعني احنا نتسماو نخبه البلاد الزبده كما قال الراجل. ما واش باش يجي يقيمني تقييم علمي قيمني مش قيمني التقييم بيداغوجي لاني بالفعل نفتقر للتكوين البيداغوجي هذا هذا نستعرف به وما يش معنى ما يش في اطار تكويني. نحن مع التكوين ولكن يجب انتدابنا انتداب اني نحمل صفه نحن ونحمل عليها صفه استاذ متربص. وقد بينا احنا المطالب نتاعنا في بيان 19 اكتوبر 2017 وسميناه بيان الوحده. توجهنا الى وزاره التربيه طلبنا منها بكل لطف بكل احترام ان تطبيق القانون على حد لا ما زلنا وقتها ماناش فاهمين لا قانون ما زلنا توضيح طلبنا توضيح. تم التعامل معنا بصفه امنيه بحته. بصفه امنيه يعني وحطونا في مواجهه مع الامن. واحنا والرياكسيون تاعنا معناها اذا كان احنا تعاملنا ايجابيه مع الامن او نتعاملنا ما تعاملناش بايجابيه وصار العصاجي. احنا اليوم وصلنا انه عملنا 8 وقفات تلاقي 4 قدام الوزاره زوج قدام القصبه رئاسه الحكومه. بعد المرحله هذيك اخذنا رونديفو اللي هو الجمعه اللي بعدها مشينا على اساس مش نتلاقاو مع وزاره التربيه كي العاده نسكر البيبان بالضغوطات بالمواجهه الامنيه بالاحتكاك كذا. فرضنا كلمتنا تليفونات ضغط من الوزاره الاولى دخلنا قابلنا السيد المسؤول كاتب العام نتاع وزاره التربيه عباره معناها ظروف غير مرحب بهم. مثالش احنا مجايين مش نوصل صوتنا. وصلنا صوتنا مش باش نسكتوا مش نوصل في تعليق النضال وهبطنا بيان قلنا فيها ان الحلول الامنيه لا تخيفنا ومطالبنا حق خط احمر. سنطالب بمقاطعه التكوين المذل والمرتجل الذي لا نصوص قانونيه تنظمه. مقاضاه كل من تورط في هذه المظلمه التاريخيه. الدخول في اعتصامات مفتوحه داخل المؤسسات. ونشكر الاتحاد العام التونسي للطلبه اللي فتح لنا المؤسسات نتاعو ودعمنا لوجستيا ودعمنا باللوجستيا وكل ما يتضمن. وتنظيم اضرابات جوع بكل اشكالها. وقد واحنا في الوقفه بعد في الوقفه نتاع 30 اكتوبر قد طلبنا من شكون مستعد انه يدخل في اضرابات جوع. العشرات رفعوا ايديهم ومنهم امراه قالت اني سادخل في اضراب جوع بدلا عن ابنتي. وسنتوجه الى جميع المنظمات المحليه والدوليه للتشير بهذه الممارسات اللقنيه والقانون اللقني. قابلين التصعيد ثم التصعيد.